حنايا ما قبلناش نشاركوا فيه لأسباب كثيرة. أولها الطرف الذي دعا إليه بكل صراحة، هذا السيد هذا بالنسبة إلينا ما يمكنش تكون كتقول باللي أنا اللي خصني نكون في هذه الحكومة، بمعنى أنا اللي نعرف ندافع عليها. وهذا الشيء هذا من الحكومة، من اللي طاحت الحكومة من اللي طاحت الرئاسة ديالي وهو فيه، وفي الأخر قبلوا منه شخص واحد دخل على كل حال استجابة لهذا التسول، ثم بعد ذلك في هذه الحكومة اللي كان من المفروض يعني ياخذ هو يعني الثمن ديال المساهمة دياله فيها، يكون عنده واحد حصة الأسد، لم يأخذ لا حصة الأسد ولا حصة التعلب، وبقى مع ذلك تيخرج في الصحافة دياله باللي احنا اللي خصنا نكون في هذه الحكومة الأخيرة، حتى 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 حصل الحق ووجد نفسه. وناض ديك الساعات مباشرة تيقول أنا بغيت ندير سميتو. طيب نفرضوا هذه القضية غنتجاوزوها، ملي بغيتي دير ملتمس الرقابة خصك تجي للمعارضة. هو أول ما دار كان سميتو الفريق الاشتراكي، بغى يتميز على المعارضة، بغى يتميز علينا وعلى التقدم الاشتراكية وعلى الحركة الشعبية، سمى الفريق ديالو المعارضة الاتحادية. إذن بغى يدير بغى يدير هو الباترون ديال المعارضة من الناحية العملية، فهمتيني ولا لا؟ دار داك الشيء شافو ما عطاش في الاخر، قال غندير ملتمس رقابه. ملي بغيتي دير ملتمس رقابه دير اجتماع، انا ما نخبيش عليك وكنت دار اجتماع ما غنمشيلوش، ولكن غادي الحزب غادي نمشي ونشوفو ونتذكرو كاملين. لا مشى هو على ملتمس الرقابه وقال لنا التحقوا بيا، وحنا درسنا لقينا الظروف ماشي ديال ملتمس الرقابه، وغادي نكونوا غير مهزله فهمتيني ولا لا، وما بغيناش بصراحة ما بغيناش نتلطخوا بهذا. الإخوان ديالنا في البرلمان مع الإخوان الاتحاديين، لأن احنا عندنا مشكل في الحقيقة مع الأمين العام، وراه المواقف ديالو وداكشي اللي كيدير راه باين وتفضح. يعني باش نكونوا واضحين، هذا ملتمس الرقابة ما لايقش بينا وما كانش غادي ينجح فهمتين ولا. والقضيه ديال النقاش راه النقاش دائما ممكن. شتي دابا واحد القضيه، شتي هادشي اللي كنقولوا، كان ما كانش مهم انتم ما غتجيوش.